وللمزيد حول استمرار الصراعات السياسية بين شركاء العملية السياسية في العراق والتبعية لإيران، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. حياكم الله أستاذ زياد. حياك الله، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين الكرام في كل مكان. أهلا بك أستاذ زياد. يعني لا تزال تبعات زيارة وزير الخارجية في حكومة بغداد فؤاد حسين لواشنطن محل تحليل. برأيك هل نجح فعلا فؤاد حسين في تحقيق أهداف الزيارة؟ من القراءة الأولى نستطيع أن نقول بأن فؤاد حسين ذهب ولديه مجموعة من النقاط التي سيتفاوض معها في واشنطن. هذه النقاط ربما طرحت عبر العلاق الذي التقى وزير أو مساعد وزير الخزانة الأمريكية في إسطنبول قبل الأيام أو التي مهدت لزيارة فؤاد حسين، وفؤاد حسين أيضا يمهد لزيارة السودان إلى واشنطن، لكن الصدمة كانت كبيرة باعتبار أن الإدارة الأمريكية تمتلك ملفات ونقاط خلافية كبيرة مع الحكومات المتعاقبة والآن مع حكومة السوداني. لماذا؟ لأن العراق الكل يعلم، وحتى في تقاريركم تذكرون بأن العراق يقوم بتهريب عملته خارج العراق إلى إيران. الحقيقة العراق يهب العملة ولا يهرب العملة، هناك عملية تهريب عملة عبر المزادات، وهناك عملية منح هذه العملة التي تذهب بدورها إلى الحوثيين وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى مشاريع إيران في المنطقة. لكن المشكلة الطامة الكبرى أن الفواتير التي تقدمها الحكومات المتعاقبة في العراق إلى واشنطن، لأنها واشنطن من تسيطر على الدولار الأمريكي، هذه الفواتير الحقيقة مضحكة. لا يوجد في هذه الفواتير التي تقدمها ما يستحق أن يناقش مع الجانب العراقي. يعني العراق من المعقول أن يستورد بعض الأمور مثل البطيخ أو الرقب العراقي بكذا مليون دولار، عشرات الملايين. حقيقة أمر مضحك، حتى الفاتورة تنظيم هذه الفواتير أمر مضحك، لذلك تذهب هذه العملة. إضافة لأن العراق في مفاوضات الولايات المتحدة سئل سؤال مباشر، إلى متى سيعتمد العراق على إيران في مسألة الغاز؟ أنتم دولة نفطية ولديكم غاز مصاحب لاستخراج النفط، متى سيقوم العراق باستغلال هذا الغاز والاستغناء عن الغاز الإيراني؟ هناك اتفاقيات مع دول الخليج، اتفاقيات مهمة واقتصادية، لماذا العراق لا ينفذ هذه الاتفاقيات رغم مرور 3 سنوات؟ هناك أسئلة الحقيقة الوفد العراقي لا يجد الإجابة. لذلك نعتقد بأن تنزيل السعر وضغط 300 مليون دولار في يوم واحد لن يجعل الاقتصاد العراقي يتحسن، وهناك ضحك على ذوقون العراقيين، والحكومة الحالية مثل الحكومات السابقة هي أسيرة الإرادة الإيرانية عبر هذه المعطيات وأكثر لربما مما أعلن عنه. ولذلك نجد أن هذه المفاوضات للأسف هي مفاوضات ولدت ميت، ولا نعتقد بأن هناك تحسن في الاقتصاد العراقي وتحسن الدينار العراقي أمام الدولار. نعم، بحسب معهد الشرق الأوسط الأمريكي فإن إدارة بايدن ضغطت فعلا على فؤاد حسين ثم حكومة السوداني بطبيعة الحال للابتعاد عن إيران. برأيك إلى أي حد يبدو السوداني مستعدا لأخذ خطوة ولو خطوة واحدة بعيدا عن إيران؟ الحقيقة إيران بعد رئيسي غير إيران وقت الإصلاحيين، يعني إيران كانت لديها مرونة معينة في السياسة الخارجية فقدتها، حتى مفاوضات الملف النووي انتهت بعد وصول رئيسي. لذلك العراق لن يستطيع بطريقة أو بأخرى يعني الإفلات من السيطرة الإيرانية، خاصة هذه الحكومة التي موجودة الآن هي ولدت من رحم الأيديولوجية الإيرانية في داخل العراق، هي نتيجة مجموعة كتل ولاؤها مطلق لإيران. وهذا الأمر ليس اتهام، بل هو إعلان صريح من قبل كل ممثلي والمتحدثين باسم كتلة الإطار أو الكتل والأحزاب التي تنطوي في تشكيل هذه الحكومة الحالية. لذلك نجد بأن حكومة السوداني لن تخرج عن الإرادة الإيرانية بأي طريقة من الطرق،
وهي تتفهم الحقيقة المطالب الأمريكية، ولكنها عاجزة باعتبار أن ولي أمرها الرئيسي هو إيران. الولايات المتحدة تخلت عن دورها بطريقة أو بأخرى مع بداية تسلم الديمقراطيين، والآن العودة إلى لعب دور رئيسي في العراق بعد ما تخلت عن هذا الدور أصبح صعب، خاصة وأن تعزيز النفوذ الإيراني في داخل العراق وهيمنة على الإرادة السياسية في داخل العراق أصبح كبيرا. لذلك ضغطت واشنطن في هذه المرة عبر الاقتصاد، ولكن بالمحصلة النهائية يدرك العراقيون، ما أقصد الحكومة الحالية، وتدرك إيران بأن واشنطن هي الراعي الأول للعملية السياسية في العراق. لذلك هي ممكن أن تضغط، ولكن ضغطها لا يفضي إلى إنهاء هذه العملية السياسية بطريقة أو بأخرى، لأنها هي الراعية الأولى وهي الحافظة الأولى. حتى الأموال والأرصدة العراقية محمية بقرار من الرئيس، الأسبق جورج بوش، عندما طالب الكثير من الدول بتعويضات. بوش كان هو بقرار أمريكي يمدد كل فترة، كل 6 أشهر أو كل سنة يمدد هذا القرار عبر الرؤساء المتعاقبين على الولايات المتحدة بحماية أموال العراق وديمومة العملية السياسية في العراق. لذلك تراهن الطبقة السياسية في العراق على أن واشنطن ربما تضغط قليلا، لكنها بالتأكيد لن تجعل العملية السياسية والنظام الحالي في العراق ينهار، هذا بشكل مؤكد. نعم، ولكن الآن يعني مع إصرار إيران على التمسك بمصالحها والتعنت في الملف العراقي، كيف يبدو موقف واشنطن؟ يعني ما هي الخيارات التي تبدو أمامها بعد فرض عقوبات على المصارف والضغط اقتصاديا؟ حقيقة واشنطن أبدت عقوبات وفرضت عقوبات على إيران قبل مباحثات الملف النووي، ثم بعد المباحثات الملف النووي، ثم أعلنت واشنطن مرارا وتكرارا عن دور إيران الإرهابي في مسألة الطائرات المسيرة في أوكرانيا، ولعب دور أيضا في هذا المجال. لكن لم تستطع الولايات المتحدة لحد هذه اللحظة من الضغط بشكل مباشر على إيران. حتى الآن تضغط على الجانب العراقي وعلى الاقتصاد العراقي، ولكنها لا تستفز إيران رغم كل العمليات التي قامت بها إيران في الخليج العربي، استهداف الأنابيب، استهداف الموانئ في الخليج العربي، السفن. لكن الحقيقة إيران تدرك بطريقة أو بأخرى أن واشنطن تحتاج النظام الإيراني بطريقة أو بأخرى لتخويف المنظومة العربية والخليج العربي. لذلك هي تحاول أن تلعب دور معين في شيطرة هذا النظام، ولكن بنفس الوقت هي نبرة إيرانية أيضا عبر اتهام واشنطن بالشيطان الأكبر وإيران بمحور الشر. ولكن هذه الصراعات دائما ما تكون على أراضي عربية، وللأسف العراق جزء من هذه الأراضي العربية، والاقتصاد العراقي يهدد أيضا، ولكن بدون نتائج ملموسة أو بدون ضغط حقيقي على الجانب الإيراني. ولكن من يدفع الثمن دائما للأسف العراقيين الذين نعم. يصدقون الاحتلال الإيراني والخليج. إذن ضيفنا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.